السلام عليكم، مرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بجميع المشتركين معنا، سواء المشتركين متابعين القناة من اول او المشتركين الجدد، كلكم انتم على قناة جليلة شانيل. مرحبا بكم على قناتي او قناتكم كيف كتشوفوا من خلال العنوان. الو، ندخلوا في الموضوع. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون على اجوبه على مجموعه من الاسئله اللي جاتني. قلت علاش لا نجاوبكم عن طريق لا فيديو، وهكذا يكون يعني عدد كثير من الناس اللي يقدروا يستافدوا من هاد لا فيديو. وممتو غادي نجاوب على الاسئله، وممتو غادي يكونوا معلومات في هاد الاجوبه اللي يقدر الكثير انه يستفد منهم. كنقول لكم فقط انكم يعني تبعوا لا فيديو من الاول لاخر، حيت كاينين معلومات اللي نقدر انني نخليهم لكم في لابوات دانفو، في لابار دانفو بليتو، يعني اسفل الفيديو، ولكن خاصكم تكونوا شفتوا الفيديو باش تفهموا على من يعني غادي نتكلم لكم. اولا سولوا لا فيديو اللي فاتت كنت هضرت على لا ريوفيرتور نتاع لا بريفيكتور نتاع بون امبلوا. اما في هذا الفيديو غادي نهضر على استئناف عدد من الادارات، مثلا لا كاف، لي زامبو، لا سيكوريتي سوسيال، وكذلك فيما يخص لو ريغروبمون فاميليال، وكذلك فيما يخص الرحلات. الوغ نبداو فيما يخص، نصاوب لا كاميرا. الوغ نبداو فيما يخص لاكاف. فيما يخص لاكاف، كيف قلت لكم في الفيديو السابق انه جميع الادارات فاش غادي تستهدف في العمل ديالها بطبيعه الحال ما غاديش يكون استقبال الناس، ولكن كل شيء كيكون عن طريق يعني باغ رونديفو، يكون عن طريق اخذ موعد مسبقا. بالنسبه لاكاف، الا بغيتوا تعرفوا انه لاكاف اللي في الجهه ديالكم كيفاش انها كتفونكسيوني، غادي تدخلوا لكاف.fr، ومن بعد غادي تكليكيو على لا روبريك ماكاف، ومن بعد غادي تكومبوزيو لو كود بوستال ديالكم، وغادي تشوفوا لاكاف ديال الجهه ديالكم كيفاش انها يعني كيكون التسيير ديالها. او انكم الا بغيتوا تاخذوا رونديفو غادي بطبيعه الحال كاف.fr، وبطبيعه الحال غادي تدخلوا وغادي تشوفوا كونتاكتي ماكاف. لكن هنا كاين جوج نتاع الاشياء اللي هما مهمين وغادي نخليهم لكم في لا بار دانفو بليتو، ولكن خاصكم تكونوا تبعوا معايا وشنو غادي نقول باش تفهموا. الناس باغ اكزومبل جاوني اسئله، مثلا جاني سؤال مثلا على الناس اللي باغ اكزومبل شي واحد دا ميناجا او انه بغى يصيفط شي بابي للاكاف، او انه تقدروا انه في الموقع ديالكم ديال لاكاف تقدروا ديروا ان شونجمون دادريس، وكذلك تقدروا انكم الا بغيتوا تصيفطوا ان دوكيومون تقدروا تصيفطوه، وهذا لو سيت غادي هذا الايميل هذا البريد الالكتروني غادي نخليه لكم في لا بار دانفو اسفل الفيديو. لكن فاش غادي تشوفوني انني خليت واحد الفراغ ودرت لكم بين قوسين، يعني تما راني كنقول لكم خصكم ديروا لو ديبارتمون ديالكم. نظن هنايا راه واضح، غادي نخلي لكم البريد الالكتروني ولكن غادي ندير لكم بين قوسين ويكون الفراغ، يعني تما خصكم ديروا البريد الالكتروني ولكن ما ديروش بين قوسين. الله لو سيت ما فيهش بين قوسين، يعني غير انا كالطريقه فاش راني كنشرح لكم. وكذلك الا بغيتوا تتصلوا بلاكاف تقدروا انكم تتصلوا بلاكاف اللي هو الرقم 0810 25، ولكن الرقم اللي يكون مور 25 هو الرقم تاع الديبارتمون ديالكم، وتكملوا برقم 10. نظن هذا راه واضح. دروك غادي ندوزو بالنسبه لي زامبو. كذلك لي زامبو حتى هما يكون عن طريق اخذ موعد. أو غادي تدخلوا بطبيعة الحال لجوف www.gouv.fr. إذا كانت شي حاجة أنكم تقدروا ديروها فقط باغ انترنت تقدروا ديروها، يعني بلا ما أنكم حيت ما تقدروش تديبلاسون بدون رونديفو. وكذلك كيكون تقدروا أنكم تتصلوا، تقدروا أنكم تشوفوا النمرة نتاع الهاتف نتاع لي زامبو يعني في المدينة ديالكم وتقدروا تتصلوا، كما أنه يوجد واحد الرقم اللي هو مجاني بطبيعه الحال، وانكم تقدروا تتصلوا بموظفين ديال الضرائب وتسولوا على شي حاجه اللي بغيتوها، والرقم غادي كذلك نخليه لكم في خانه الوصف. الوغ دابا غادي ننتقلوا بالنسبه لا سيكوريتي سوسيال، حتى هي كتستقبل عبر رونديفو. بالنسبه للناس اللي باغيين يتواصلوا مع لا سيكوريتي سوسيال تقدروا انكم تتواصلوا عبر لو كونت ايميلي. هذا لو كونت ايميلي ديجا كنت تكلمت عليه، قلت لكم انه من الاحسن تكون عندكم ان كونت ايميلي باش هكذا تشوفوا لي دوسي ديالكم.
باغ اكزومبل الناس اللي عندهم لا ميتويال وانهم كيديروا واحد التقديم مسبق فاش يبغيو يمشيو مثلا يدوزو يديروا كونسلطاسيون، طبيعه الحال فاش يكون عندك كونت اميلي كتقدر تعرف انه لا سيكوريتي سوسيال بشحال رومبورسات لك ولا دات لي رومبورسات لك فيها، وكذلك حتى لا ميتويال ديالك. هاد لو كونت اميلي هو يعني باش تقدروا تتواصلوا مع لا سيكوريتي سوسيال، واللي ما عندوش يقدر يديرو. الوغ دابا ندوزو عند الناس نتاع لو غوغروبمون فاميليال اللي كيجيوني اسئله على الناس اللي يعني بغاو يلتحقوا بالازواج ديالكم، سواء الازواج ديالكم اللي عندهم فقط اوراق الاقامه او الازواج اللي عندكم يعني الجنسيه الفرنسيه. بالنسبه للناس اللي عندهم اوراق الاقامه يعني وكيستناو لافي فافورابل اللي تجيهم لا بريفيكتور، بغيت نقول لكم انه لافي فافورابل فهاد الوقيته راه كاين في ميم لو موا دو مارس لو موا دافريل راه لا بريفيكتور صيفطات الناس اللي وصلوا يعني ببريه فيها لافي فافورابل، يعني راهم خدامين وقلت لكم راهم استانفوا العمل. الوغ يتبقى فقط مساله صبر، واخا كاع خرجت لكم دابا حاليا لافي فافورابل راه القنصليه في المغرب يعني مسدوده، وحتى يعني الرحلات الجويه لحد الان يعني ما كاينش شي حاجه. الوغ بالنسبه للناس اللي كيسولوني عندهم ازواج منهم الجنسيه الفرنسيه ودفعوا النونت وكيستناو لو ليفري دو فامي، بالنسبه لهاد الناس هادو بغيت نقول لكم انه كذلك راهم استانفوا العمل وتبقى مساله وقت، حيت دابا كل شيء غادي يكون شويه فيه الروتار. لكن اللي بغيت نقول لكم انه ان شاء الله فان جوان يقدروا انهم الازواج ديالكم يتصلوا، يعني لو مومون اللي يشوفوا بعد هذا الوباء واش انه يعني واش انه غادي نخافد شي شويه واش انه كاين شي حاجه اللي هي ايجابيه، يقدروا فان جوا انهم يتصلوا بنونت وانهم يشوفوا لو دوسي ديالهم. الوغ واحد الحاجه اللي بغيت نقولها واحد المساله مهمه، فاش كتلتحقوا بالازواج ديالكم بطبيعه الحال وكتجيو هنا وكديروا لا فورماسيون سيفيك فلوفي وكتدفعوا اوراق الاقامه لا بريفيكتور، واحد الحاجه اللي خصكم ما تنساوهاش وهي انكم تسجلوا راسكم في القنصليه المغربيه، يعني او الناس اللي بغاو يسجلوا راسهم عاده في القنصليه ديالهم الخاصه بهم. الوغ انا كنتكلم على القنصليه المغربيه، خصكم تسجلوا راسكم في القنصليه المغربيه، فقط تقدروا انكم تتصلوا بهم قبل ومن بعد انكم تاخذوا الاوراق اللازمه بطبيعه الحال من بينها الصور وتسجلوا راسكم في القنصليه المغربيه. وهذا من الاحسن حيت انه فاش تبغوا تصاوبوا شي ورقات انه تكونوا ديجا عندهم مسجلين، وفقط غادي تخلصوا واحد القيمه ماليه ما رانيش عاقل عليها بشحال، فقط هذه القيمه الماليه تخص لو تامبر. الوغ نتمنى كاع هاد المعلومات اللي راني كنعطيهم لكم انه تستافدوا منهم، ونتمنى انكم تشجعوني وديروا لي يعني اكبر عدد من اللايك باش لا فيديو تطلع على البنات، حيت لا فيديو راني كنديرها ليكم باش تشوفوها ونديرها يعني ليكم وللناس لانهم يقدروا يعني هاد ولو معلومه بسيطه انه تقدر تفيدو. الوغ بالنسبه للرحلات بغيت نقول لكم انا انه الرحلات كيف ديجا هدرت في لا فيديو تستأنف من لو موا دو جوان، ولكن بالنسبه للرحلات المغربيه والجزائريه بالنسبه لو موا دو جوان ولو موا دو جويي، الموا دو جوان يعني شهر 6، لو موا دو جويي هو شهر 7 بالنسبه للرحلات التونسيه. هاد استئناف الرحلات يكون عن طريق اير فرانس، لكن كيبقى هاد استئناف الرحلات يعني بالنسبه لو موا دو جوان ولو موا دو جويي معلق الى حين ان الدول الاخرى تحل الحدود ديالها. دابا فرنسا باغيه تستأنف الرحلات وكتقول انه يقدروا يديروا ريزيرفاسيون لو موا دو جوان، ولكن الدول الاخرى مازال ما حلتش، يعني كلشي دابا راه معلق. كيف كذلك بالنسبه درت لكم لا فيديو اللي كنت قلت لكم على انه من طنجه من المغرب كاين واحد جوج د الرحلات اللي خرجوا في شهر 5 من طنجه ويجيو لمدينه سبته الفرنس بلوتو مدينه سات الفرنسيه. الوغ واحد الرحله تم استئنافها ل 26 ماي، راني كنت خليت لكم الناس اللي كانت باغيه ديبلاسا باغ اكزومبل طنجه خليت لكم حتى الفورمولير من انكم تقدروا تيليشارجيوها باش تعمروها اذا كنتوا غادي تشدوا الطريق. نظن انني جبت لكم جميع المعلومات يعني في هاد اللي كتقدروا انكم يعني خاصكم، ولانكم قدرت انني نجاوب على عدد كثير يعني من هاد الاسئله، ولانني زدت عليها معلومات اخرى فيما يخص كذلك اللي قلت لكم سيرتو لاكاف البنات اللي يعني بغيتو انكم تتصلوا ولا انكم تصيفطوا دي دوكيومون. الوغ جيت على نهايه على فيديو، نقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم، وما تنساوناش دائما التفاعل تاعكم والدعم ديالكم بليتو، ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم، وبسلام عليكم في امان الله.